يعني انا اولا يعني الحمد لله بعزكم جدا، لان يعني انتوا ناس محترمين، والحمد لله كل اللي بيشتروا منكم بيقولوا عليكم كان كويس، وده اللي احنا عاوزينه في الاخر يعني. تسلم يا عمر، ربنا يوفقكم. الله يبارك لك يا ابو عمر، وتحياتي ليكم. الشجر ده عباره عن شتلات بلو بيري، عباره عن شتلات. طبعا سعر الشتله الواحده بيتعدى ال 10 مارك. لو عمرها سنه، طلع قدامها سنه، شتله صغيره. احنا عندنا الشجر عدى 4 سنوات، وفي حاجات عدى 5 سنوات. طبعا هذا اماراتي، نسأل الله يبارك له يا رب، ما شاء الله تبارك الله. هذا كده طبعا، ده كده احنا قام فوق المزرعه. طبعا هذا مربع، الجزء ده كله فراوله بالكامل. احنا فوق طبعا التانك عشان نصور. طبعا ده زي ما قلنا، دي الصوبه اللي هي مفكوكه، ودي الثانيه مفكوكه ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنا كذلك في مناحل ورا، في مناحل في المنطقه تبع المزرعه كذلك. طبعا المزرعه من فوق الان الاطلاله بقت افضل، وشكل المزرعه بقى واضح اكثر. نعم، نذبح واحد ناخده ما شاء الله لا قوه الا بالله. اسال الله يبارك يا رب، ما شاء الله شايفين، ما شاء الله لا قوه الا بالله. اسال الله يبارك، قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. تمام يا عمر، مره بقى نشوي بقى وكده. هذه كده صوبه، واحنا في الثانيه الان، ونحاول نصور لكم الباقي. دي كده الثانية احنا قلناها، دي الأولى، دي الثانية، دي الثالثة، وهذه الرابعة، وهذه الخامسة. بلان بي، فبالتالي ده يدل على أنك أنت الناس اللي عملوا المزرعة ما عملوها كده زي ما بيسموها عشوائي، وحط أرض وزرع. هم مجهزين كل شيء للاستثمار الزراعي المفيد المربح، وهذا الأمر مهم جدا. طبعا أنا شايف المية بيجي بالزيارة، لكن العامل ده مقيم دائم في البيت. يعني أنت بتحمل فقط راتب العامل، راتب العامل فقط لا غير. يعني اللي هيشتري المزرعة كاستثمار زراعي فقط عليه راتب العامل. بالظبط، لأن الشجر دوت هو شجر معمر، فهو ما بيحتاجش كل شوية يعني جهد في إن أنت تراعيه يعني. طبعا المرحلة الصعبة هي كانت المرحلة الأولى، أول سنة تقريبا. طبعا مرحلة. طبعا اللي هو الشتلات، وأنت بتجيبها وتبدأ تشوف إيه اللي يشتغل منها مع الأرض، وإيه اللي ما يشتغلش، إيه اللي ماشي مع مصدر الري بتاعنا أو مش ماشي. الشجر ده عباره عن شتلات بلو بيري، عباره عن شتلات. طبعا سعر الشتله الواحده بيتعدى ال 10 مارك. لو عمرها سنه، طلع قدامها سنه، شتله صغيره. احنا عندنا الشجر عدى 4 سنوات، وفي حاجات عدى 5 سنوات، فده بيفرق في السعر بتاعها. لو انت النهارده، لان انت معتنى بيها، غير ان كل ده حاجات اورجانيك، حاجه طبيعيه. طبعا الانتاج بتاعنا ده كله تصدير، ما هواش للسوق المحلي، لكن كله للتصدير. بيجي بعض المتخصصين في الموضوع دوت، بياخدوا انتاج المزرعه بالكامل، وهم اللي بيقوموا بقطف المحصول وتنقيته وتعبئته. يعني هذا المنتجات فقط للتصدير؟ للتصدير، كلها للتصدير. مش اي مواصفات يعني؟ لا لا، هي تصدير. مواصفات خاصه قابله للتصدير، وهي معروفه. لا والله، ده هنا البلاكبيري. حط ده البلاكبيري الان. جميله ما شاء الله، ما شاء الله اختك ده. اتفضل اتفضل، ما شاء الله منظر واحد عالي. ابو عمر، كم عندنا عدد شتلات البلو بيري؟ هو دلوقتي تقريبا حوالي 2500 شتله، وهي بتتعدى المسطح بتاعهم حوالي 10 دونم، يعني يزيد 10 دونم. ما شاء الله اختي بالله، اسال الله يبارك، ما شاء الله اختي بالله. 10000 متر مربع بلو بيري، وزي ما حضرتك شايف النوعيات كلها من النوعيات المتميزه جدا. طبعا اللي هم متخصصين في المحصول ده والانتاج ده عارفين ايه الاصل بتاعه. كل ده اللي هناك طبعا بالكامل. طبعا بالكامل، كل اللي حضرتك شايف المزرعه دي كلها بالكامل، كل ده بلو بيري. طبعا ده الراسبيري اللي هو التوت الوردي، وده طبعا معروف في كل الدنيا كلها ان هو بيستخدم في التصدير، وله استخدامات طبية عالية جدا. وطبعا المحصول بتاعنا هنا هو من النحلات المميزة برضو، اللي هو بيتاخد للتصدير، وطبعا الانتاج منه بيجفف، وبيباع منه في تركيا، ويتباع منه في كذا دولة. طيب سؤال يا ابو عمر، في كم صوبة من دول تقريبا؟ احنا عندنا 9 صوب من هذا المحصول، بالاضافه الى صوبتين اخرين يعني تحت التجهيز ان شاء الله. طبعا ده مزروع بالكامل. ها، بالكامل زي ما حضرتك شايف عمر الشجر اهوت، برده معدي 3 سنوات. 3 سنوات ما شاء الله تقريبا. هذا في تركيا بيتباع. ابو عمر، سؤال ابو عمر دلوقتي، احنا دي كام سنه الان المحصول الان بيطلع؟ هو 3 سنوات دلوقتي حاليا، وهو المحصول دوت العمر الطبيعي بتاعه 10 سنوات،
طول ما انت بتقلم الشجر وبتقصقصه وبيشتغل يعني 10 سنوات قدامنا قدام غير الاربعه اللي فاتوا. يعني عندك فرصه استثماريه لمده 10 سنوات قادمه ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك الله يبارك ما شاء الله. طب احنا ما قلناش بسم الله نبدا، ولكن بسم الله نبدا من متاخر احسن. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله تبارك. كم صوبه يا ابو عمر عندنا؟ 9 صوب وعندنا صوبتين مفكوكين لسه بنجهزه ان شاء الله باذن الله. طبعا الصوبه دي عشان تعملها طبعا بتتكلف كتير جدا يعني. طبعا. تكلفه عاليه. طبعا. ادي كده صوبه واحنا في الثانيه الان ونحاول نصور لكم الباقي. دي كده الثانيه احنا قلناها. دي الاولى. دي الثانيه. دي الثالثه. وهذه الرابعه وهذه الخامسه. وهنا هي السادسه بس هي مفكوكه طبعا الاثار بتاعتها باينه زي ما انتم شايفينها. هذه هي وهذه السبعة وهذه الثامنة شايفينها بس مفكوكة كذلك الأثر بتاعتها باينة وهذه التاسعة الصوبة التاسعة. يبقى كده عندنا تسعة صوبة أو تسع محميات بالكامل اللي هي بيسموه التوت الوردي أو روزبيري. طبعا ده من أفضل أنواع التوت مش بس هنا في البوسنة في أوروبا بالكامل يعني كله للتصدير كله طبعا طبيعي ما فيش اي نهائيا اي كيماويات او سماد او اي شيء. طبعا احنا بنتكلم الان عن فرص استثماريه اللي عاوز يستثمر استثمارات زي كده استثمارات زراعي شايفين المحاصيل جاهزه يعني ما يحتاج ان انت والله تزرع انت الان زي ما بيقولوا انت بتشتري المده تشتري فتره التجهيز بالكامل. الله اكبر ما شاء الله الحمد لله. ما شاء الله بسم الله. ما شاء الله. اللهم بارك. اسال الله ربي يبارك البائع ويبارك المشتري. طبعا انت مجرد ما هنا في البوسنة طبعا في امطار كتير. وكذلك صاحب المزرعة عامل ري بالتنقيط زي ما انتم شايفين هذا هو البايب مبين على كل المزرعة وكذلك هنا هقول لك أكثر من 2500 شتلة شايفين الشتلة دي؟ أكثر من 2500 شتلة ما شاء الله أسأل الله يبارك يا رب أسأل الله يبارك لهم يا رب. طبعا المزرعة بالإضافة طبعا للشغل الاستثمار الزراعي اللي فيها طبعا هي برضو فيها عدد من الشجيرات المثمرة اللي بتقدم محصول للي بيقعد في الفيلا نوت في المزرعة برضو من باب اللي هو تنوع الثروة الزراعية الموجودة في المزرعة. أسأل الله يبارك يا رب ما شاء الله لا خطر بالله. فالحمد لله رب العالمين يعني وزي ما حضرتك شايف الجهد اللي اتعمل بيه مزرعة خلال الفترة اللي فاتت والتكلفة الاستثمارية اللي عملناها فيها ويمكن واضحه حتى من الميه والحاجات الموجوده في التنقيط بتاعها. انا شايف في ري بالتنقيط غير طبعا ري بالمطر، المطر غير جدا. المطر بالظبط ده بالاضافه عندنا خزانات طبعا حضرتك برضه شايفها اللي هي بتاعه الميه دي برضه بنحط فيها طبعا لو في اسمده او حاجه بتتحط عشان بتتوزع مع الخراطيم بتاعه رشه الميه. بيت الحارس دوت هو طبعا ده فيه عباره عن غرفه نوم وفي صالون يعني اسره كامله تعيش فيها يعني كامله تانية اللي هو حارس المزرعه. حارس المزرعه وطبعا هو بجنبيه الصناديق بقى اللي بيجمعوا فيها ال وقت الحصاد بتاع البلوبيري او الراسبيري. كام يا ابو عمر مساحه الارض؟ الارض تتعدى المساحه بتاعتها 85 دونم ما شاء الله وكلها زي ما حضرتك شايف الاشجار مثمره بالكامل بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني اللي هيجي يعني هو جاهز للاستثمار مش لسه هيقطع فيها. الموضوع كله بيحتاج مهندس زراعي يبقى موجود معاه وبالاضافه لعدد من العمال بيطلع انتاجه بقى بكميه افضل وبيراعيها بشكل يكون متميز كنوع من انواع الاستثمار الزراعي المحترم جدا الموجود في البوسنه. طبعا الطريق الرئيسي بتاع اللي هو سراييفو احنا يعني المزرعه على الطريق الرئيسي مباشره. بالظبط بالظبط هو لما دخلت فين وده بيدخلك منه على طول على المكان اللي احنا واقفين فيه دلوقتي حاليا.
تمام. يبقى انت المزرعه عندك طريقها على الطريق الرئيسي. بالزبط. خدنا قد ايه وقت تقريبا يا ابو عمر من السراييف ولحد هنا تقريبا؟ ما فيش يعني اقل من ثلث ساعه 20 دقيقه تقريبا يعني. تقريبا ما شاء الله. وطبعا بالاضافه للاطلاله بقى، الاطلاله طبعا لو حد بيتكلم مثلا ان هو عاوز يعيش في الجو دوت هيشوف ما شاء الله اخواتها بيلاقي السماء بدرجه الصفاء بتاعتها اللي موجوده في المكان اللي هو حاجه غير طبيعيه غير موجوده في اي مكان في سراييفو. فدي حاجه برده واضحه جدا ومميزه. طبعا اطلاله الجبال اللي موجوده حوالين المزرعه برده بتدي الخضره نوع من انواع الجمال في المكان اللي احنا ماشيين فيه. ابو عمر انا شايف هنا في كاميرات. طبعا دي كاميرات مراقبه برضو عشان يبقى احنا المزرعه بالكامل مؤمنه. على الموبايل طبعا. طبعا كلها طبعا شايف كشافات. بالظبط. طبعا دي حاجات كلها دي حاجات معموله كلها يعني تبعين على المزرعه كلها بالكامل يعني. ابو عمر بس سؤال كنت عايز اسالك دلوقتي، المزرعه بقى لها تقريبا اربع سنوات. تقريبا اربع سنوات. تقريبا حجم العماله اللي بيشتغلوا قد ايه في المزرعه؟ هو عامل زراعي واحد اللي موجود فيها طبعا ده الدائم طبعا، لكن طبعا بيبقى فيه اشراف زراعي عليه، بالاضافه طبعا لوقت الحصاد بيبقى التاجر اللي هو بيشتري المحصول هو اللي بيجيب الناس بيستاجرهم اللي هم بيجمعوا المحصول ويعبوه في الكراتين او البستلات بتاعته بحيث يبقى جاهز للتصدير. يعني عامل واحد نقول عشان يفتح الميه ويقفل الميه. بالظبط. بيراعي الزرع نفسه يعني مع المهندس الزراعي اللي برده بيجي يشرف على الشغل دوت. المهندس طبعا له زيارات دوريه. طبعا ده المهندس دوت بيجي بالزياره، لكن العامل ده مقيم دائم في البيت. يعني انت بتحمل فقط راتب العامل. راتب العامل فقط لا غير. يعني اللي هيشتري المزرعه كاستثمار زراعي فقط عليه راتب العامل. بالظبط، لان الشجر دوت هو شجر معمر فهو ما بيحتاجش كل شويه يعني جهد في تترائي يعني. طبعا المرحله الصعبه هي كانت المرحله الاولى اول سنه تقريبا. طبعا طبعا مرحله طبعا اللي هو الشتلات وانت بتجيبها وتبدا تشوف ايه اللي يشتغل منها مع الارض وايه اللي ما يشتغلش، ايه اللي ماشي مع مصدر الري بتاعنا او مش ماشي، نوع الحاجات الاضافات اللي بتتحط على الميه، كل الحاجات دي كلها في بدايه المشروع. لكن بعد ما الشجر الحمد لله بعد 3 سنين واربع سنين زي ما حضرتك شايف ان هو الحمد لله مش محتاج الا نوع من بسيط من المراعاه. ما شاء الله، اسال الله يبارك يا ابو عمر يا رب. بالنسبه للمزرعه يمكن حضرتك شايف اللون البرتقالي دوت، بس طبعا هو ده يضاف اليه البيت والارض الملحقه بيه اللي هم دولت، وبرده كل دول على الشارع الرئيسي زي ما حضرتك شايف. ده الشارع احنا جايين منه بالسيارة. الشارع ده اللي بيوصل لصلاح. بالظبط كده، والارض برده ليها شارع اخر اللي هو بتاع القريه اللي هو موجود في الخلف من هنا اللي هو متصل بالغابه من المنطقه دهيت. يبقى عندك كده كم مدخل؟ يبقى انت عندك مدخلين شارعين رئيسيين اللي هم الشارع الرئيسي بتاع البلد والشارع الرئيسي بتاع القريه. ابو عمر اللابتوب بتاعك شاحنه جميله ما شاء الله. بالنسبه ربنا يبارك فيك يا رب. بالنسبه للمكان دوت زي ما قلنا ان هنا ده متصل بالغابه، فده برده بيدي يعني كشكل افضل للعميل اللي عاوز يشتري. ممتاز. يبقى احنا كده قطعه جيده عندنا البيت اهوت، وادي الارض ملحقه بيها، بالاضافه للارض دي برده دي ملحقه بالارض البرتقانيه. ممتاز. قلت لنا في برضه قطع هناك مساحتها ورا الغابه 32 ألف متر من ضمن ال 85000 متر بتاعتنا كلها اللي هي الحته اللي هي موجوده في الشمال ورا الغابه هناك. بالظبط كده. تمام. بالظبط كده. يبقى كده واضح جدا. احنا واقفين فين يا ابو عمر؟ احنا واقفين هنا دلوقتي في المكان دوت مطرح ما انت جاي من الشارع هنا. واخد بالك؟ بالظبط كده. الله ينور. انت دخلت من الشارع من هنا وبعدين مشينا هنا والمكان احنا واقفين فيه دلوقتي هنا بالظبط عند البيت. يبقى كده اهو شايفين البيوت دهي اللي هنا شايفينها ثلاث اربع بيوت دول اللي هم هيكونوا في الزاويه اللي هناك ورا الحته اللي هناك دي. دول دول اسف دول ما شاء الله. اسال الله ربي يبارك ما شاء الله. نخطر بالله. ابو عمر كنت عايز اسالك عن خزانات الميه دي. الميه دي بتيجي منين؟ خزانات الميه طبعا ديت يعني عندنا الميه الاساسيه في خط الميه اللي هو داخل القريه بناخد منه بالاضافه طبعا للمطر. اضف الى كده ان احنا عاملين خزان ميه بيجمع ميه المطر موجوده فيها برده عشان الزراعه. في حته بس نسينا نقولها ان عند الغابه دهيت في الطرف الشمالي اللي حضرتك شايفه ده في نبع ميه بيطلع ميه كبريتيه في هذا المكان. طبعا هذه الميه الكبريتيه هي ميه للاستشفاء وميه علاجيه يعني. ممكن اللي عايز يشتري مزرعه حابب يعمل يستفيد من نبع الميه الكبريتيه يعملها كمصحه ممكن أو ممكن يستغل استغلال اخر بالاضافه طبعا للمكان اللي حضرتك شايفه موجود ان شاء الله. طبعا هذا الطريق الاساسي بتاع سراييفو زي ما انتم شايفين هذا هو من هنا مباشره. احنا الان طلعنا من فوق خزان الميه عشان نصور نشوف ابعاد المزرعه بالظبط. طبعا هذا الطريق انتم شايفينه كده ماشي يدخل على الطريق السريع هنا. نشوف دلوقتي السور بتاع المزرعه. هذا هو السور لو شايفينه هذا هو مبين شايفينه. ايوه احنا ماشيين معاه الان. هذا هو السور اوضح لكم بعيد. هذا السور كده جاي كده طالع
ماشي. وهنا هذا بالكامل طبعا، هذا اماراتي ان شاء الله يبارك له يا رب ما شاء الله تبارك. هذا كده طبعا، ده كده احنا قام فوق المزرعه. طبعا هذا مربع، الجزء ده كله فراوله بالكامل. احنا فوق طبعا التانك عشان نصور. طبعا ده زي ما قلنا، دي الصوبه اللي هي مفكوكه ودي الثانيه مفكوكه ما شاء الله لا خطب لا. هنا كذلك في مناحل ورا، في مناحل في المنطقه تبع المزرعه كذلك. طبعا المزرعه من فوق الان الاطلاله بقت افضل وشكل المزرعه بقى واضح اكثر ما شاء الله لا قوه الا بالله. ان شاء الله يبارك يا رب ما شاء الله. ان شاء الله يبارك البائع ويبارك للمشتري. نبع المياه اهو في المنطقه دي بالظبط. دي الغابه اللي احنا كنا عليها، قلنا في وراها 32 دونم. هذا التانك هنا زي ما انتم شايفين، طبعا كله مو تانك عادي، طبعا تانك عشان يحافظ على، وطبعا يحافظ على المياه. طبعا هذا ايطالي كله زي ما شايفين، كلها حاجات اوروبيه، كل شغل اوروبي بالكامل. ان شاء الله نخطب ان شاء الله ربي يبارك. نشوف احنا جينا المزرعه فجاه، وبالرغم من كده ان ازاي الحاجات نظيفه وكل شيء مرتب كده. هاي سرايف، وهذا الاتجاه سرايف، وهنا في هذا الاتجاه، والاتجاه اللي هنا ده اتجاه ترافلنج، الاتجاه اللي هنا ما شاء الله. طبعا هذا المخزن هنا جنب غرفه العامل، شايفين هذا المخزن بالكامل. طبعا المخزن ده فيه هنا باب، فيه مستودع، وفيه تلاجة كبيرة بتشيل 3 طن. وهنا هذه غرفة العامل هنا، والحمام بتاعه والسكن بتاعه. وهنا فيه كذلك طبعا هي معدات للحصاد. حلو، ما بتشرب؟ اشرب اشرب، ممكن تكون معايا كبرتيه كمان. اه معايا كبرتيه. حلو بتشرب اشرب. يفتح عينك كويس، مفيش حاجه، تمام الحمد لله. الله اسال الله يبارك يا رب ما شاء الله اختي. هاي فرصه استثماريه زراعيه سريعه اللي عاوز يستثمر استثمار زراعي. طبعا الاستثمار الزراعي الميزه فيه طبعا هو اعلى انواع الاستثمارات واكثرها امانا، في ظل طبعا زي ما انت شفت مثلا حصل في كورونا، فاصبح الاكل هو الاستثمار الاكثر امانا. ما في اي مخاطره كتير، الناس كلها طالبينه صيف شتاء، يعني كل اوقات وكل فصول السنه كل شيء ما شاء الله. طبعا طعم ال التوت ده طعمه مش طبيعي، لم اتذوق طعم توت بهذا الشكل ابدا. صح ما شاء الله اختي ولا شايفين الشتا الواحده لما تشتريها صغيره صغيره 25 مارك الواحده الصغيره، اللي هي طولها تقريبا 10 سنتيم. هو انت عندك اكتر من 2500 شتله، يعني شوف تيجي تحسبها. شايفين هنا يعني صراحه ما شاء الله تبارك الله، الطعم مش طبيعي يا اخوانا ما شاء الله. الله اكبر ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله اسال الله يا رب يبارك البائع ويبارك المشتري. صراحة الواحد عايز ياكل كده يا اخوانا. طعم التوت انا ما ذقتش صراحة طعمه قبل ولا بعد بهذا الشكل صراحة. احنا اتوقع خلصنا نص المحصول الحين ناكل من دوق قل. شايفين ما شاء الله اختي ما شاء الله. طبعا الان عندنا استثمار زراعي، مزرعة بالكامل، مزرعة توت بري وتوت ورد. الاستثمار الزراعي قلنا هو أكثر الاستثمارات أمانا ولا يتغير بتقلبات السوق. في ناحية إيه تقلبات السوق؟ اقتصاد طالع اقتصاد نازل، تضخم طالع تضخم نازل، اقتصاد زراعي اقتصاد ثابت. السبب الأساسي إن إحنا بناكل طول الوقت، والاستثمار الزراعي أو المزرعة اللي عندنا الآن هو مشروع متكامل. اللي عاوز ياخد استثمار زي ما بيقولوا اشتري الزمن لحد ما تأسس، هذا المشروع جاهز. أول ما هتشتريه هتربح منه فورا. للمقطع كامل والتفاصيل لا تنسى الضغط الآن على زر الاشتراك والإعجاب بالمقطع. كذلك هتشوف تفاصيل المزرعة بالكامل، وأي استشارات زراعية أو هندسية في الأرض أو مخطط الأرض الفريق بتاعنا فريق الزراعي جاهز يتواصل معاكم مباشرة. تحياتي ليكم، أنا المهندس علي من مدينة
او مدينه كيسلياك في دوله البوسنه والهرسك على بعد فقط تقريبا اقل من 30 دقيقه من العاصمه البوسنيه سراييفو. دلوقتي احنا متجهين على النبع، نبع المايه اللي اتكلمنا عليه، ادي الصوب. احنا بدانا التصوير من هنا الناحيه اللي هناك، تذكروا احنا متجهين على النبع عشان تشوف. طبعا شايفين ما شاء الله الارض منبسطه تماما. طبعا كتير من المزارع هنا في البوسنه تلاقيها الاراضي غير منبسطه. طبعا هاي ميزه مهمه، بالتالي طبعا انبساط الارض بيسهل عليك موضوع الحصاد ويسهل عليك الخدمات للزراعه. طبعا احنا الان في الطرف لو قلنا كده الشمال كده الجنوب كده، عندك في الطرف الغربي صح؟ الشرقي عفوا، لا عفوا الغربي، الغربي في الطرف الغربي. هذا هو المناحل، هذه هي زي ما شايفين اتكلمنا عليها في الفيديو. طبعا هاي الصوب اللي كنا واقفين، احنا كنا فيه على الطرف الثاني. طبعا لو تلاحظوا الارض فيها شويه ميول خفيف لتحت، ليه؟ عشان لو لا قدر جت امطار، جت فيضانات، جاء اي شيء، المياه كلها تنزل في هذا الاتجاه، في اتجاه التصريف. شايفين المسجد اللي هناك خالص ده؟ ما شاء الله. هاي ميزه البوسنه، انت في دوله اسلاميه، اي مكان تسمع الاذان ما هتلاقي اي مضايقات ولا اي تفرقه عنصريه ولا اي شيء زي كده. طبعا احنا الان في الطرف اللي هو بتاع الغابه اللي احنا اتكلمنا عليه، تذكروا؟ هذه الغابه شايفين؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. سامعين الاصوات؟ الان نحاول نخش عند خزان، هو باين طرفه من هنا بس هنحاول نخش على قد ما نقدر. طبعا احنا الان كل ده احنا في الغابه داخل الارض. طبعا هذا الطرف الغربي للغابه زي ما انتم شايفين، الطرف الغربي اللي عفوا الارض. طبعا الغابه طبعا ممكن تستغلها، عايز تحط فيها كوخ، تحط فيها اي شيء، ممكن تستفيد منها زي ما انت حابب تستفيد. طبعا هذا الخزان اللي اتكلم عليه ابو عمر وقال لك في خزان ميه كبير في طرف الارض محطوط فيه ميه. طبعا هذا الخزان تحت الارض، مو بس خزان فوق، خزان تحت الارض. وزي ما انتم شايفين كل البيبات طالعه من عنده، هذه البيبات شايفينها، هذه هي شايفين البيبات طالعه ازاي، موصل بكل الصوب وكل الزراعه الموجوده. طبعا هي نقطه مهمه، قليل انك في البوسنه تلاقي حاجه زي كده. اغلبيه المزارع في البوسنه الاغلبيه العظمى يقول لك انا مستني المطر يجي من عند ربنا، ويدعي يقول لك يا رب ينزل، ولكن انت عندك بلان A وبلان B، فبالتالي ده يدل على انك انت الناس اللي عملوا المزرعه ما عملوها كده زي ما بيسموها عشوائي وحط ارض وزرع، هم مجهزين كل شيء للاستثمار الزراعي المفيد المربح، وهذا الامر مهم جدا. طبعا انا شايف الميه من هنا بس هحاول اصور مكان اقرب شويه. سامعين صوتها؟ هذه هي اللي انا هصورها، اروح مكان دلوقتي اقرب عشان اصورها لكم اياها. والان احنا بنحاول نقرب من النبع عشان نحاول نشوف صور لكم اياها. هذا النبع اللي اتكلمنا عليه تتذكروا، اللي صورناه في اول فيديو. شايفين ما شاء الله الميه طالعه من الارض ما شاء الله. ربنا ما خلقت هذا الباطل سبحانه خلقنا عباد الله. من داخل الارض ها؟ يا رب اللهم ارزقنا رزق الحياه الطيب. عافنا وعفو عنا. شوفوا الان طبعا الارض حدها لحد النبع ده بالظبط. احنا في الجهه الغروب، الجهه الغربيه، ده احنا قرب المغرب، ده في الجهه الغربيه الان. طبعا بعد النبع دي ارض للبلديه، فبالتالي انت اللي هياخد المزرعه حب يظبط هذا الجزء من الارض كغابه كجلسات راح يستفيد من النبع، ممكن يعمل عليه حوض هنا ويتعمل كميه. طبعا يعني ما شاء الله تعالى. طبعا في معلومه حابب اضيفها لكم، طبعا المنطقه هنا في مناحل زي ما قلنا داخل الارض وفي مناحل في الجيران. هتقولي عايز طب انت ليه بتذكر موضوع المناحل؟ موضوع المناحل بيزود اي انتاج اي محصول من 20 الى 25%. طبعا النحل بيروح على الزهور زي ما انتم عارفين. مزرعه ما شاء الله كبيره. تغطيه المزرعه مو سهله لكن دايما الله المستعان. لا تنسى تضغط على زر الاشتراك قبل ما تكمل تشاهد المقطع. طبعا شايفين هذا الجيران الشارع الرئيسي. طبعا الان ده مدخل المزرعه، احنا دخلنا منه على الشارع الرئيسي، هذا هو. وهذا البيت احنا نروح الان نصوره من الداخل زي ما انتم شايفين.
طبعا شايفين هذا الخط الاساسي اللي احنا اتكلمنا عليه، هذا الخط بتاع سراييفو، خط رئيسي. هذا مدخل الفيلا طبعا في اتجاه الورا اتجاه ترافنينج. هذا مدخل الفيلا، الحين بنشع الفيلا بالسياره اهو، له مدخل خاص بالسياره زي ما انتم شايفين. ما شاء الله الخطوه الاساسيه، الله يبارك. هذا الشعر الرئيسي بتاع سراييفو، سراييفو ترافنينج. هذه الفيلا ما شاء الله الاخت الفيلا، ما شاء الله الاخت الفيلا. طبعا الرحلة شاقة شوية، لكن نحب نغطي كل شيء، كل حاجة تكون واضحة منها. طبعا هذه الفيلا الموجودة في المزرعة، مزرعة بكام سميها مزرعة كيسلياك. خلصنا الارض، خلصنا شفنا الحقول، التوت، وشفنا المناحل، وشفنا نبع المية، وشفنا الخزان، وتقريبا غطينا كل شيء، وصورنا كذلك بالطيارة. الان هنصور الفيلا من الداخل على قد ما نقدر طبعا، لانه صاحب بيت اهله موجودين معاه، ولكن بقدر المستطاع. الميزة في الفيلا زي ما انتم شايفين على الشارع الرئيسي، لو تصور هنا يا استاذ الشارع الرئيسي مباشرة، ده الطريق اللي هو بتاع سراييفو ترافلينج مباشرة. لا تنسى تدخل على زر الاشتراك عشان تكمل المقطع. هو من فوق دلوقتي هنقيس الجراج، ده اول حاجه الجراج عندنا هنا. طبعا جراج بوابه الكترونيه زي ما انتم شايفين. ده هنا العمق تقريبا 7 متر. يلا. وهذا العرض 3.5. هذا جراج. هذا المدخل طبعا في الطبق الارضي الان، طبعا هذا التراس الكبير في الطبق الارضي زي ما انتم شايفين، هذا هو. هذا الجراج اللي صورناه من شويه. ندخل. طبعا الدور الارضي مو مشطب زي ما انتم شايفين، هذا شكله. نشوف العرض الصاله قد ايه. طبعا هناك هاي المنطقه فيها المطبخ، حتى هناك هذا العرض عندك 6 متر 300 تقريبا، وهنا عندك الطول كل العمق ده كله. خلينا نشوف قد ايه العمق. هذا هو 9.6 متر، هذا كده العمق. طبعا هنا عندنا ده حمام، هذا حمام كامل زي ما شايفين، وهنا في عندنا حمام التاني، وهنا في غرفة نوم. طبعا غرفة نوم هي في الطابق الأرض. طبعا فوق التشطيب فوق مشطب بالكامل، في غرفتين فوق. هنا عندك هذا 3.5 متر تقريبا، مربعة هي تقريبا. هذه هي هذه الإطلالة على المزرعة بالكامل ما شاء الله زي ما انتم شايفين. هذا كده تقريبا خلصنا الدور الارض. طبعا الدور اللي فوق فيه غرفتين نوم وصاله ومطبخ ومخزن ومستودع. الطابق اللي فوق ما شاء الله اكثر له، اسال الله يا رب يبارك. طبعا هذا الجهه الشرقيه من الفيلا ما شاء الله، شايفين الغنم هناك، اسال الله يبارك رب البائع ويبارك المشتري. هذا الغنم معهم باين شايفينه. طبعا الفيلا بالكام مصوره، في هناك جلسه عنب، هذه هي. طبعا دش بالسياره، عايز تحط خيمه تحط اللي بدك اياه هنا، خصوصيه تامه، ما في حد كشفك هنا. طبعا الميزه في الاراضي في كيسلياك هنا اغلب الاراضي تقريبا بتكون مستويه، وهذه ميزه مهمه جدا ما بتجدها بسهوله في اي مكان. شوف هنا في تله ازاي، زي ملعب الجولف كده ما شاء الله. وهذا فيه الميه طبعا واصله، طبعا انت كل شيء واصل للخدمات والبنيه التحتيه، وهي اهم نقطه مهمه جدا. شايفين طبعا هاي كلها، هاي دي اشجار، هاي تفاح شايفين. طبعا هذه جديدة توها مزروعة، اتوقع ممكن سنة ولا شيء. طبعا هذه كل بالكامل، هنا العلب اهو، هذا العلب مبين. هذا اهم تفاح، تفاحه كم متر تقريبا. هذا اكثر من 20 شجرة في الفيلا بالكامل. طبعا هذا العنب ما شاء الله. طبعا هنا في كيسلياك العنب زراعته بتكون اسهم من سراييفو نفسها، ليه؟ لان هو بيكون شوية درجة الحرارة هنا ادفى من سراييفو، وهذه اهم ميزه مهمه. طبعا هذه اشجار، هذه التفاحه اللي احنا كنا عليه، ده كمان مطرح زي ما انتم شايفين، هذا بقى له فتره يعني مقليه. هذا هو طبعا التفاح الصغير ده اطعم كثير من التفاح الكبير، ما بيتباع في السوق الا قليل، هي برضه اهم نقطه مهمه. هذا هو بيسموه في البوسنيا بوكا، هذا هو ما شاء الله ما شاء الله. هذا اتجاه الغروب، وهذا كده البيت اهو ما شاء الله. هذه شجره عين جمل،
طبعا بس عين جمل السنه دي ما طلعش كتير لان طبعا كان في برد كتير فقليل يعني، بس اتوقع هنا تلاقي ثمر هنا ولا شيء هتلاقي في حته هنا. عين الجمل طبعا من الاشجار المعمره، تحط في البيت معمره تبقى جميله جدا تقعد سنوات. طبعا اكتر من 10 اشجار تفاح مختلفه في الفيلا، وكل الانواع اللي انت متوقعها في التفاح، الاحمر والاخضر والاصفر ما شاء الله زي ما انتم شايفين. نعم نذبح واحد ناخده ما شاء الله الاخطب له، اسال الله يبارك يا رب. ما شاء الله شايفين ما شاء الله الاخطب له، اسال الله يبارك. قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تمام يا عمر، مره بقى نشوي بقى وكام ربنا يسهل نجيبه يكون حلو كده زي القنت. طبعا ده هنا بيسموه الدخ او بيسموه الهلدة بالبوسني، هذا هو شايفينه زي الشعير، بيتعامل منه خبز ما بيرفع السكر لمرضى السكر. لك يا امي وجميع امهات المسلمين اللي عندهم السكر والاباء طبعا اكيد، وانت بعمر عندك سكر طبعا. ها شكرين. يلا يلا اسال الله يشفيك يا عمر ويرفع ويشفي جميع المرضى المسلمين. دخن اسمه الدخن، دخن دخن. وهذا هنا بتاع الميه كده. احنا خلصنا بالكامل تصوير طبعا الدور الارضي لو مدخل لوحده، والدور اللي فوق الفيلا لو مدخل. طب احنا الان صورنا المزرعه بالكامل، تقريبا خلصنا ما شاء الله تبارك الله 85000 متر مربع. عمر ايه معلومات حابب تضيفها في لو تقرب شويه المايك؟ هو طبعا الجو هنا مختلف عن سراييفو تماما، في 5 درجات اقل من سراييفو، بالاضافه طبعا لان يعني الخضره والفيو بتاع المكان ده لوحده حاجة تانية يعني لا يقدر بمال. الفكرة كلها ان احنا بنقدم مزرعة استثمارية تصلح لانتاج حيواني، تصلح لانتاج زراعي، ومع كل دوت في بيت كمان اللي هو يعني هيشتري هذا المنتج بالكامل. متوقعين ان شاء الله ان اللي هياخد هذا الموضوع هيكون من اعلى عوائد الاستثمار، لان هو منتج تصديري بالكامل، بالاضافة للمنطقة اللي هي قريبة للغابة، قريبة للمنطقة اللي فيها البئر الطبيعي دوت. انا دخلت على النبع هناك، المية نبع ما شاء الله. يعني انا اعتقد ان برضو المكان دوت ان شاء الله ممكن يكون في تربية الحيوانات بالاستخدام التجاري ان شاء الله يكون ممتاز جدا الفترة الجاية باذن الله. طيب توفيق طبعا الله. ابو عمر اتكلم ما في كلام نقوله بعد كده، ولكن ابو عمر دايما يحب يفكرنا بموضوع الايه؟ الضغط على الاشتراك والاعجاب بالمقطع اكيد لجميع المتابعين. اكيد بس أكيد. انت ما كنتش ضغط لا 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 انا يعني انا اولا يعني الحمد لله بعزكم جدا ان انتم ناس محترمين الله، والحمد لله كل اللي بيشتروا منكم بيقولوا عليكم كويس، وده اللي احنا عاوزينه في الاخر يعني. تسلم يا عمر، ربنا يوفقكم. الله يبارك لك يا ابو عمر، وتحياتي ليكم، تحياتي ليكم مهندس حياة. طبعا الفيديو كان شاق جدا، تقريبا قرب النص ساعه كان تصوير، ولسه المونتاج والتصوير الجوي. معلش حتى لو كان الفيديو شويه طويل، بس بنحاول نغطي التفاصيل بالكامل. بس باقي فقط الدور الاول في الفيلا ما عرفنا نصورها. طبعا صاحب الفيلا اهل موجودين، فاللي مهتم بالموضوع هيتواصل معايا واتساب اللي موجود عندك في الوصف او في اول تعليق، هبعت له الصور الموجوده عندنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا لك. الان المطعم ان شاء الله.